ده اللي هيشربنا المية من الهواء وعمل فكرة جديدة تقدر تقول عليها النسخة الحديثة من آلة الزمن تعيشك في أي عصر انت عايزه وانت في مكانك. محمود الكومي بيقولوا عليه ملك الروبوتات وهو يستحق. تفاصيل اختراعه ومين الشاب اللي بنتكلم عنه، كل دي التفاصيل اللي هتعرفها معايا في الفيديو ده، فخليك معايا. شاب مصري عمل 3 اختراعات ووصلوا العالمية، كل اختراع منهم أبهر الكل، لدرجة إن في واحد من اختراعاته كان عبارة عن روبوت بيحول الهواء لمية، يعني حاجة ولا في الخيال. الشاب اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه محمود الكومي. محمود شاب عنده 30 سنة، اتخرج من كلية الهندسة. من وقت ما محمود اتخرج من الكلية لحد دلوقتي وهو هدفه حاجة واحدة بس، إزاي يخدم البشرية باختراعاته ويستغل كل حاجة حواليه علشان نستفيد منها لأقصى درجة. علشان كده عمل إنسان اللي كل مهمته إنه يحول الهواء لمية. محمود اتكلم عن اختراعه وقال ان الروبوت اللي عمله قعد ينفذ فيه 9 شهور لحد ما خرج بيه للنور وسماه إيلو، نسبة لإيلو ماسك قدوته، وكمان قالوا معناه الحياه باللغه الاستونيه. الروبوت ده يا سيدي مهمته انه يكشف المناطق الرطوبه فيها عاليه، ومن هنا يبدا يشتغل في تحويل الهواء لميه. محمود قال إن الروبوت اللي عمله قادر إنه يعمل محطات تولد أكتر من 5000 لتر في اليوم. ميزة اختراع الكومي إنه بيشتغل في المناطق الصحراوية اللي ما فيهاش مصادر للمياه. لا ومش بس كده، ده كمان بيوفر للدولة تكلفة عمل الآبار ومد الأنهار، ودي معروف إنها مشاريع مكلفة جدا. زمانك دلوقتي بتقول اختراع بالإمكانيات دي كلها هتكلف كتير، بس الحقيقة إن الكومي كشف عن تكاليف اختراعه وقال إنه ما كلفوش أكتر من $250، يعني بالمصري حوالي 12000 جنيه بس تقريبا، ودي تكلفة رمزية جدا بالنسبة لجهاز بالإمكانيات دي كلها. اختراعات الكومي ما وقفتش لحد هنا، ده كل يوم بيطور عن اليوم اللي قبله، علشان كده عمل اختراعه التاني واللي كان عبارة عن ساعة فضاء بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، ودي ببساطة كده ممكن تقول عليها إنها آلة زمن، تقدر ترجع بيها لأي مكان أنت عايزه في الماضي لكن بأسلوب مطور شوية. الساعة دي بقى يا سيدي مهمتها إنها تجيب لك كل البيانات اللي أنت عايزها في أي عصر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وسرعة الضوء. والاختراع الثالث اللي عمله الكومي كان عبارة عن روبوت طبي قادر انه يتعامل مع الاشخاص اصحاب المشاكل الصحية. الروبوت ده بيشخص نوع المشكلة وبيسحب العينات منهم وبيعمل لهم كمان الاجراءات اللازمة وبيكتب التقارير الخاصة، يعني تقدر تقول عليه انه دكتور الكتروني. وعلشان كده محمود خد مرتين الميدالية الفضية وجائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات. ده كمان إيلون ماسك علق على اختراعه وتحديدا اختراع روبوت تحويل المية من الهواء لما عرف كل تفاصيله وقال أنا لا أتأخر دائما. محمود الكومي في زيه شباب كتير في مصر بس محتاجين الدعم المادي والنفسي عشان يقدروا يطلعوا اختراعاتهم للنور، وساعتها هيخلوا مصر في حتة تانية. ودلوقتي قولنا إيه رأيك، أي أحسن اختراع عجبك من اختراعات محمود الكومي؟